يبدو ان النجاح الكبير الذي حققه شعيب راشد من خلال برنامجه صور شعيب والذي يعتبر اول توك شو حقيقي في الكويت استفز الكثير من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي للاقدام على نفس الخطوه، ومنهم حمد قلم الذي قرر تقديم جزء ثاني من برنامجه الشهير مع حمد قلم. شد حيلك يا حمد، انا متاكد ان عندك كتير انت وقلمك بعد قنبله اغنيه ريم المكحيل او تناديك اللي لحد امس بس حققت نسبه مشاهده وصلت 18 مليون مشاهده. نمسك الخشب. ومن باب التفاؤل قرر المطرب ماجد المهندس ان يعيد التعاون مع ثلاثي النجاح اللي هو مين؟ احمد الهرم الملحن وياسر التويجري الشاعر، من خلال اغنيه جديده تجمعهم معا. وعلى حد علمي ان الاغنيه سترى النور قريبا. بس الله يخليك يا ماجد، بلاش المكحيل والهمليل والمجابيل، والله راسي عورتني، هات لي يا ابني زنجبيل. مخرجنا في مجال ناخد خبر ثالث ولا تايم اوفر؟ دقيقة بالظبط، يعني شوية كده شوية كده.